ومما سئلت عنه قصة دفن موسى لأخيه هارون، هذه منتشرة، والآن ليس هذا الجهاز عند الشباب، حتى عند كبار السن ممن بلغ 60 و50 سنة ويسألوني بعض الأسئلة. قصة دفن موسى لأخيه هارون، لما دفنه قال موسى: يا ربي وحشة الظلم على أهل القبر. فقال الله عز وجل: يا موسى إني لا أؤاخذ المذنب بذنوبه ولكني أنظر إليه لقلة حيلته. فقال موسى: لهذا سميت نفسك أرحم الراحم. هذه بحثت عنها في كتب المسلمين في التفسير وفي التاريخ وفي الحديث وفي العقائد، أريد أن أنظر إلى هذه القصة لأنها انتشرت انتشاراً واسعاً، فلم أرى لها سنداً لا صحيحاً ولا ضعيفاً، فلا يجوز نشرها.